beauty of it is most of these products are hard to find somewhere else. أهم البراندز السعودية في معرض واحد. تصاميم روعة، السعوديين والسعوديات بدعوا. الصين ينافسون البراندات العالمية بشكل قوي جدا. ودائما أنا أقول في سنابي روحوا شوفوا، لا تشتروا، روحوا شوفوا. أزياء، مجوهرات، باجز، عطور، لوحات وقطع فنية، كلها موجودة بمعرض تشكيلة بالرياض اللي بدأ يوم أمس وحيمتد على مدة 4 أيام، وبيجمع أكثر من 150 مصمم ومصممة من برنامج 100 براند سعودي بالإضافة لبلدان أخرى. We branded it as تشكيلة because we want to showcase the variety of designs that are offered in the Saudi market. And it's one exciting place where you know you're going to come and see many designers coming from across the whole country in Saudi with many different backgrounds offering a whole range of products. And the beauty of it is most of these products are hard to find somewhere else. وبالفعل هالمعرض مميز جدا بالقطع الرمضانية، فمعظم المصممين المشاركين عرضوا مجموعاتهم الجديدة. ونحس انه نحن يعني شغلنا يعني بيبان، يعني هذا وقت انه هذا يبان الشغل، بالذات انه نحن هذا الوقت مناسب لانه بنطرح مجموعه العيد الجديده، فصراحه يعني وقت ممتاز والدعم حلو والاجواء زي ما انت شايف يعني مره حلوه دي السنه. وهالشيء تحديدا يلي جذب انتباه العنود البدر لهالمعرض. تصاميم روعة، السعوديين والسعوديات بدعوا، وأنا مرة فخورة. أحس إني أنا صمم، بس جد مرة فخورة. تصاميمهم صارت توصل عالمية، ما صارت تصاميم عادية، مرة مبسوطة لهم صراحة. وبهاليوم حبت تعتمد عباية ذهبية من تصميم سارز باي مطرز عليها شكل النخلة. صراحة من تصميم مصممة لبنانية سارز باك، بما أني نص لبنانية نص سعودية، قلت اليوم حسيت أبغى ألبس شيء غير، فلبست من تصميمها وصراحة فيها كذا شعار سعودي فعجبني. أما غادة العيدي فلبست لوك فورم الأكثر من علامة روزا كانينا، بما أنه بتمثل شخصيتها ومهنتها كمحامية، وهي حضرت لتدعم سعودي براندز معينة. والله أنا اليوم جاية أدعم أصدقائي المصممين كاف باي كاف، خول العيبان، قرمز، هذول كلهم صراحة يعني يستاهلون الدعم. ولما نقول موضة ما بنعني بس السيدات، فكمان كان في حضور لأزياء خاصة بالرجال. جاي اليوم أغطي وأصور وأنقل لنا الصورة، بس قاعد أفكر أجي بكرة كذا وأنا متلطم عشان أخذ، عرفت، أرقام كل المصممين هنا والمصممات عشان أخذ من عندهم، لأن صراحة مميزين بكل ما تعنيه الكلمة. يعني شوف في البدايات كانوا الشباب والبنات السعوديين يعني لسه توهم داخل السوق وإمكانياتهم بسيطة، اليوم الصين ينافسون البراندات العالمية بشكل قوي جدا، أتوقع لهم مستقبل كبير. أنا بالنسبة لي لازم أي سعودي يدعم أي منتج سعودي، فما بالك لما يكون 100 براند سعودي. بالعكس أنا هذا يمكن ثاني سنة يقام هذا المعرض، ودائما أنا أقول في سنابي روحوا وشوفوا، لا تشتروا، روحوا شوفوا، بعدين عاد راح تنصدمون من شغل السعوديين والسعوديات.